اهلا وسهلا، السلام عليكم الغزالات، كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير وناقصكم حتى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كنقول مش حال هذه، وانا كنقول غادي نديرو لكم، ولكن اخيرا كتبوا درت لكم جوله في الكوزينه ديالي. كنتمنى ان شاء الله يا ربي تخليو لي تعليقكم وارائكم، ومتنساونيش ملي لايك البنات، والضغط على زر الاشتراك باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. دابا نخليكم مع جوله في الكوزينه ديالي، كنتمنى لا فيديو يعجبكم. كي كتابش اليوم عاد كتاب، هذه هنا عندي الدخله ديال الكوزينه، هنا في هذه البلاصه هنا دايره الثلاجه ديالي كما كتشوفوا. صراحة هاد البلاصة جات زوينه، هنا معبوره هاد البلاصه بلاصه الثلاجه. هنايا عندي في جنب الثلاجه دايره هاد البلاكار، هذا البلاستيك. فصراحة الله ما منظمني شويه المعنات، في اللي كنت دايره غير الثلاجه ومكتفيه بالماعن، كانوا عندي شويه قلالين، ولكن مع الوقت راك عارف الانسان كيزيد بقى يزيد شويه بشويه. صراحه الله نهار اللي تجيبوش كنت كنقول امي انتي كوزينه ثقاليه خاويه، كيفاش ندير لقط هاد الماعن، كيفاش ندير لها. ولكن صراحه الله ربي كبير، الحمد لله نقطه بنقطه تيحمل الواد. انا كما قلت لكم هنا دايره الفران الضو هنايا، لحقاش عندي البريز هنا كما كتشوفوا. هنا دايره هاد المنظم ديال البلاستيك، هنا فيها اربعه ديال المجوره. فالصراحه الله منظم ليا البلاستيك، ما كيبقاش مخلي الكركابه. هنا المجر الاول دايره غير البلاستيك، هنا دار فيه غير الطاسات اللي كنحتاج، طويسات دايره فيه الحكاكه. بصراحه داكشي اختكم على قد الحال ديال الناس الدراويش ولا الشعب بلا فوحان. هنايا المجر الثاني، هنا بصراحة الله دايره فيه غير هذاك المعنات اللي كنستعمل يوميا، الطاس ديال القهوه انفجلات. هنايا الطبيصلات عندي هنايا ديال الشلاضه والحطان، هنا الزلايف، هنا الطبيصلات، هنا الطباصل، تما كاينات الزلايف ديال الحريره، وتما عاوتاني الزلايف. داكشي اللي كنستعمل يومي كنحطوه هنا باش كيجيني قريب. المجر الثاني صراحة الله منظمه فيه غير داك الاواني ديال الالومنيوم. صراحة الله هاد المجر بدا كيمشي ليا. هنا المجر الرابع صراحة منظمه فيه غير هاد الطويسات هادو ديال 5 دراهم، راه البنات باقيين قيلا عاقلين عليهم، كانوا كيديروا 5 دراهم بيه. كان عندي الصراحة الله دايره فيهم العطريه في الاول، ولكن ملي سهل الله وشريت الطويسات ديال العطريه هادو قلت بلا ما نضيع نرجع درت فيهم الحلبه والزعتر وفلي وداكشي. هادو الطويسات دول ديال القريعات ديال الماء، وهنا الطويجنه وداك ليمول ديال ليكيش. هنايا عندي واحد السرجم، الصراحه الله مره ما كندير فيه كنشرب فيه التصفين، انا كنوريكم هنا الناس. انا راني كنسكن في مدينه الشاون كما كتشوفوا الجبال والطبيعه. هنايا مور السرجم دايره واحد المسمار كنعلق فيه الطويجنه، هادي حطاها هنا، هادي معلقاها هنا ديال العطريه كما كتشوفوا. فالصراحه كتجيني قريبه لانني حاطه الفورنو هنايا ديال الطياب، فكتجيني صراحه الله قريبه للطياب. معلقاها هنا لان عندي لي سباس صغير، مساحه ضيقه هنا في لافابو. هنايا حاطه البوطه كما كتشوفوا، هنايا حايزه شويه القنت لانني ما عنديش كيفاش غادي ندير نحطها هنايا. هنا دايره هاد المنظمات ديال السكر واتاي والقهوه، حاطه المونيليكس ديالي، داكشي على قد الحال. هنا راني معلقه الشبكه ديال الماعن. غادي تقولوا لي علاش ما معلقهاش فوق الروبيني؟ فالصراحه ما عنديش كيفاش نعلقها فوق الروبيني، لان تما كاينات جات بلاصه تشوفوا. فالصراحه عييت كيفاش ندير بلاني ليها، ما لقيتش كيفاش ندير بلاني ليها، فلقيت احسن بلاصه هي انني نعلقها تما كاينات. فكحزتها لتما كما كتعرفوا داك البخ ديال الطياب غيطلع لي ليها، رجعها حالتها وهكا. وبعد المره راه كتكرفص ضروري ما كنوسخها، واخا صراحه الله ماشي بخاتيك هاد الشبكه ديال الماعن. فالصراحه ديك المره طاحت هرست لي الطواسل كاملين والكيسان كاملين، دابا راه دايره لها واحد السليكات من هنا ومن هنا. الصراحه الله قطاها مزيان، ما انا نبعد لكم نوريكم، نشد لكم الشكل ديال الكوزينه كيفاش جات. هنايا البنات ما عنديش البلاكارات كما كتشوفوا في الكوزينه،
ما عنديش البلاكارات، هادشي الحضروات هادشي مكتب الله. هنا تحت بوطاجي دايره هنايا هاد الريدو هذا، هنا تحت بوطاجي، هنا دايره البوطه ديال الدقيق كما كتشوفوا. تما عندي البوطه ديال الطياب، هنا عندي هاد الشبكه ديال الخضرات، الشبكه ديال التويمه، الزيت المائده والزيت هذا اللي كنحتاج هنايا. وتما راني مستفاد الطويجونات والمقيلات اللي كنحتاج، فصراحه منظمها على قد الحال. هنايا بوطاجي الثاني، بلاكار الثاني، هنا الصراحه الله دايره هاد المجير هذا، فالصراحه الله منظم ليه هنايا كما كتشوفوا. انا دايره داك الطوابع ديال الحلوه، المجر الثاني دايره فيه داك الطراب اليدوي، الشويته، داك الجراره ديال الشباكيه. هنا المجر الثالث دايره فيه المعالق والفراشات، هنايا المعالق، المجر الثالث دايره فيه البانس وداك الشيء اللي كنحتاجو راكم عارفين. فالصراحه الله تما كاينه دايره الكوكوت ديال الطياب الكبيره ديال الكسكسو، دايره ليمول ديال الكيك، هنايا عندي ليمول ديال الكيك كاملين. هنا هادو جامعه فيهم داك سباكيتي وداك الشيء، الهاشوار، هالطويسات، وحده دايره فيها السميده، وحده دايره فيها الفينو، وحده دايره فيها الدقيق، هذا الراب الكهربائي تا هو حاطه هنايا. فصراحه ما كنكثرش الماعن، فصراحه الماعن ديال الضياف جمعهم كاملين في واحد الكارطونه وحطهم فوق الماريو. فهنا حاطه غير الماعن الاستعمالات اليوميه اللي كنستعمل. فاخر حاجه هاد لي سباس هذا اللي بقى لي، هنا حاطه فيه هاد الصالونجي ديال البلاستيك. فصراحه داك صراحه الله كتجيني عمليه، غير مؤخرا خديتها ما كانتش عندي، قلت بما ان هاد البلاصه كما كتشوفوا هنا حاطه الثلاجه، هنا حاطه داك المجر ديال ميكا، دايره الفران الضو، فبقات لي داك البلاصه خاويه، وهاد البلاصه حتى هادي خاويه. الماكينه الصابون راني دايرها في الحمام. هنايا شريت هاد الطبيله ديال البلاستيك حاطاه هنا. فالصراحه الله بعض المره كندير عليها المليويات، كناكلو عليها، كنغسل هكا الماعن، ما كنحطهمش داك الشبكه، كنسقطرهم هنايا. فالصراحه الله جاتني عمليه، وجاتني صراحه الله زوينه، عمرتي شويه هكا الكوزينه. كما ما شفتوا لي سباس عندي صغير كما كنقولوا، حدو قدو جا حدو قدو. كنتمنى ان شاء الله الجوله في الكوزينه ديالي تعجبكم، تنال اعجابكم، وما تنساونيش من اللايك والتعاليق. ولا بانتكم شي حاجه ماشي في بلاصتها اكيد عاونوا اختكم. هنا غادي ندير لكم اخر حاجه، واحد الجوله خفيفه باش شفت لكم الكوزينه كاملها كيفاش دايره. هنا الثلاجة، فالصراحة باش عجباني هاد الكوزينة، صراحة الله عجباني بتيساع. فالصراحة 4 سنين وأنا في هاد الدار ما سخيتش بيا أن فيها الكوزينة، تبارك الله كبيرة كما كنقولو متيسعة، والدار هي الكوزينة والصالون كما كنقولوا. الصالون راكم عارفين الضياف، الكوزينه الانسان كيشقى فيها، الكوزينه هي البلاصه المفضله ديال اي مره مغربيه، كتحمق على الكوزينه ديالها. وتا الحمام صراحه الله عندي متيسع، وتا المنظر صراحه الله جايه مطوبعه، صراحه الله ما كنحش بها، ما كنحش بالقنطه. فهذه هي الجوله اللي كانت في الكوزينه ديالي، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم.